بعد ما تركنا تخريب البثوث لمدة سنتين صار الكل يضحك علينا وكبيهم حتى سبون قالوا لنا ايني مدري ما يعرفون احنا كل هاي الفترة جاي نخطط الاكبر هجوم بتاريخ ببجي. فمن اليوم اعلن بدء حرب جديدة حرفيا ما راح اخلي ستريمر يبث بسلام. ليتس جو. الله يا ولد احتلوا بوشيك كلها ولوتوها. وين هي عم الطريام سولف لي اجتكم بال شو اسمه عم ولادن بال لا هاي معلومتك تفيد يعني شباب هذا واحد ويا ترى بنتي مقتلوها ولد اي كفو كفو يا ابطال إيه جتكم بالوزي عم ولادن هجوم يا شباب قتلوها كفو يا ابطال والله ابطال حالي. اخر وقت اللاعب الصيني يهدد جيش بوشيك. يلا يا ولد امشوا لنا شباب بالمدينه هو مو حاليا هو بالمركب الفضائي عم ولادن بالمركب الفضائي أو برو. يلا يا ولد اشوف سويت حاله فات خير من الله عادي خليهم يتحالفون الصينيين كلهم ضدنا اليوم كلهم نمسح بيهم القاع. يلا يا شباب الجيش والله انتشار يا شباب انتشار اسطوري والله مرعبين الولد كفو عليكم يا اخوان. يلا يلا مشولهم 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 بحاره طاير الكل ملوته الكل جاهزه ما عندنا شيء بس يمكن بالمركبه مو هو هو بالمركبه هي حاليا اشوفه خليهم كمبوري خليهم كمبوري هم يمكن قالوا له انا جايك يعني ايه قالوا له يقدر كثير هاي المركبه قدامنا يا ولد. يلا اخذوا بيت ابو فله تمركزوا بي يا ولد حتى يكون لنا ساتر يا ولد. عمرو اذا سمع انه انت بالمنطقه راح يجي تفاوض كتبت له انه انت موجود راح يجي تفاوض. ما كنت تفاوض ايش اسوي ما كنت تفاوض يا ولد قلت له يا ولد الغدر غدروا بي يا ولد والله غدروا اه شاف واحد من جيش بوشيك يا شباب قلت له حبيبي اللي يمك قلت له اي واحد يجي قلت له بس خلص سوا انا وان ما اريد اكرر الاخطاء مره ثانيه نظفوا المنطقه بالكامل تمام. وين هي المطريه وسولف عمو الاذن حاليا بالسياره جايتكم بالسياره الحمراء يا بشرف كوكو يا ولد با 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 سويت لنا كمين با 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 والله هذول الروس هم يفتهمون يا اخي شو السالفه اي يفتهمون عمي شنو قبل كانوا فقره يا اخي طبوله كفو عليك سبع حبوك عمو الاذن حبوك ملوا والله الظاهر ما دام متحضرين للجيش لهجمات مالتنا اكو هنا واحد يا ولد واحد شايف بعد مددين اكو واحد بالبيت هذا عمو الاذن متاكد جابك واحد يا ولد واحد بالبيت يعني انتم ما سمعون الا الاسماء هاي ليك شوف هذا اكو شرد الله يطيحه شرد طلع من البيت والله فوق والله كني شفته مو شفته اخوان طبوله يا ولد هذا يمكن اي هذا ثنين يا ولد فوق طبوله يا ولد طبوله شو مسوي بالعالم بابا لا تخافون بابا والله سجل اسمهم هذول سجل اسمهم بالقران افصلكم للجزائر ولا يا جبناء ظل هنا لاحظ صعدوا له يا ولد صعدوا له يا ابطال صعدوا له انا ما صعد انا مو مسعدوا له سولف لي العدو وين حاليا هي جهزت لك عمرو الدين خاتله بالش اسمه مختبئ اي هاي طبيعتهم الكتله اوكي باعوا شباب المنطقه هاي ولك يا الله والله كساعة يطلع لنا واحد من غير جهه يا ولد ذاك واحد اتخاف هذا ما صاحبنا اتوقع لا يا صاحبنا اوكي يا ولد خلاص احنا هاي المنطقه نظفناها هاي المنطقة هي هسه جاي عليها جهة سولف هي حاليا رايحة على العمارات عمو الأذن بالآلي حلو يلا يا ولد بآلي كبرى عادي آلي موالي ما تخوفنا شنو انت مثلا يلا بعك الجدي من هذولي راتبه دولار شباب منين نجيبهن بوكت اوبشن يا ولد منصة تداول التسجيل بيها جدا سهل حط ايميلك باسوردك واستخدم هذا الكود حتى تحصل على 60% على أول إيداع لك وتقدر تبدي التداول حتى لو $10 طبعا اللي يميز المنصة إذا أنت رجال نوب وما تعرف تتداول تقدر تنسخ الصفقات من المتداولين الناجحين فوق هذا خيار من الله مؤشرات تقدر تستخدمها بتحليل السوق وراح تقدر تبدي التداول حتى لو أنت رجال مبتدئ بالمنصة أكثر من 130 أصل تقدر تتداول بهن وعوائد توصل ل 92% بأي وقت من اليوم وإذا تجي الموضوع سحب الأرباح جدا سهل لأن هواي طرق تقدر تستخدمها كل المعلومات تلقونها بالوصف ولا تنسى تستخدم كود الإيداع حتى تستفاد من 60% على أول إيداع لك إن هي بالباقي جايتكم من فوق الجبل حاليا يا ولد جايتها يا ولد هاي فوق الجبل تمركز الكل تتمركز نزلوا بالخندق يا ولد عنصر المفاجأة يا ولد أريد مفاجأة شباب عوف السيارة هاي خرب الطاق شدات والله موتني هذا شباب الكل تنزل ولك وين صار عمرو الدين نزلت عجبه حاليا نزلت شباب يلا قايد شباب شتوا تفاجئ يا ولد انزل انزل بالكبر حرمي اللي فوق اي وخر السياره كفو عليك وين هذا الجبل هذا ما جاي اشوف اي سياره بالجبل يا اخي شيل معلوماتك دقيقه شو تضحك عليه غير هي بالبيوت هسه حاليا البيوت بصف المركز توك تقول على الجبل اوكي يا بصفك جسمي بصفك لا صيح يلا شباب امشوا لنا البيوت اللي بصف هاي البيوت الزرق هاي يلا يا ولد وراي الكل وراي
باعوا شباب طوقوا البيت، اهم شيء عندنا لا تشرد. عنصر المفاجاه يا ولد اهم شيء. احظك هذا اللي جاي طق على بوكسي. شباب لا تشرد، اهم شيء هاي الشغله، تمام؟ طوقوا البيت من كل الجهات. اوشيت شافتكم هذا. يا فيجو اني شو ده يدور بلا. شباب عصر المفاجاه خرب يا ولد. لا مفاجاه ولا شيء، هجوم يا ولد، الكل هجوم. مش عليها مش عليها ولك. هجوم يا شباب قتلوها. كفو يا ابطال والله ابطال. والله ابطال. معلم ما جت ترمون بس عرفتيه مالك. وين راحت؟ وين هسه؟ هاي راح شو صاحبها هاي شو؟ كيف سجي سكايف؟ شو باقي يا غير؟ باقي باقي باقي. هاي هاي يا ولد. ارموه ارموه ارموه. طيحوه يا ولد. طيحوه طيحوه. كفو يا ابطال. مو هي مو هي مو هي مو هي. هذيك هي. ليش هذيك يا ولد؟ قلتوا هيك لك عم شنو اللعبة انت عم صار يرمي كل شيء اللي هو طلعوا له يا ولد طلعوا له شباب شافكم شافكم وين راح يصير طلعوا له يا ولد قام يسرق قام يسرق مات مات طار طار بعيد راح يصير مات شرد لا شرد والله شرد يعني هاي البيوت الصغار البيوت الصغار يعني والله انا قلت عنصر الغدر يا ولد عصر الغدر قلت عمود جاي سبك سبك بالصيني والله لا وصلت المسبة والله يا ولد بشوله بشوله خلي اخذ بس هاي وينه وينه لحظة لحظة سباني ها والله سبك بالصيني يلا يا ولد يلا ليتس جو ليتس جو يا ولد احنا ما نكبر هم خيكمبروا يلا يا ابطال واه بعد تمركز الشباب كفو يا ابطال تمركز الابطال كفو يا ولد هاي بتجاكم واجاكم هيجي يتفاوض غير قتلونا صدق كذي او عمود او شت والله جاي يرمي علينا جاي يرمي علينا والله جاي يرمي علينا جاي يرمون علينا يا ولد عم ولد شنو هذا الاني فوقك وين الاني هذا الاني فوقك شكله شيك بابا وين انت تضحك علي لا انا جاي اشوف ولا شوف والله بالقرانه والله جاي اشوف الشط عليه يا ولد هذا الاني يا ولد كفو شباب كفو يا ولد قاعد قدي وراي اوكي يا اخوان كفو يا ولد باع باع يا ولد خلاص احنا نهجم اوه شت هجموا يا ولد الكل هجم حاليا ما نقدر احنا الشباب شنو بعد ما في الفجي يا ستار اخوان كل تبوا هجموا عفوا المسواق ولد الساتر هجموا يا ولد هجموا ترى ما يقدر يشككم كلكم والله اللي يبقى هنا يا ولد ارمي زين لو لا اخر انذار يلا يا ابطال يلا يا ولد يلا يا ولد واحد اثنين ثلاثه يلا انا راح اجيب بعان راح اجيب اول واحد زين لو لا الكل تجي وراي يلا ليتس جو يلا يا ولد يلا يلا يا ولد للعمارات للعمارات الكل يا اخوان صاحبنا 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 دماغك وين سياره يا ولد داس 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 ولا واحد رمى علي ولا واحد رمى علي هسه رموا هسه رموا الابطال هسه يرمون وين صارت وين صارت سولف لي حاليا هي رايحه على على العمارات مال سكول عم ولد انت تركب وين فوق جبل هذا؟ لا شوي شوي على يسرتك شوي على يسرتك وين؟ عم ولد انت تروح يمنا اوكي اوكي هاي يا ولد فوق الجبل هذي شي ذيجي يا ولد فوق العماره يا اخوان بابا دمر فوق دمر دمر الآلي يا ولد اهم شيء طح الآلي اولي باشا كفو الابطال شردت من الآلي طارالها طارالها والله كفو سماء وارض خلوا الهجوم يا ولد اطحت يا ولد شتو عم ولد شباب كبروني كبروني يا ولد احموني 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 شباب دزوها تمويه تمويه طبعا مع الخطه الحقيره مالتها والله غشتنا جت شفت على البنك انا مره اشوف واحد يشد على البنك والله غشتنا اوكي اوكي جت فتر السياره مالت علي افترتكم افترتكم اي واحد هنا واحد هنا اي يا ولد من كل هاي هاي والله جت تفتر علينا عم ولد سويت عليك خطه عسكريه هسه صار يمها عنصر المفاجاه اي والله شو جاي تسوي فينا خطط وهذا ابو خرب سيارتك وخرب اللي طاحت كتلي كتلي راح ارميك والله دام تنزل واحد وين صار وين وين ما جاي اشوف انا امراض صارت علي على يمينك هسه حالي على يسارك والله معلوماتك يعني معلوماتك فاشله والله العظيم والله هو يا كبت النقطه طيحت واحد شوف هاي هناك وين حط لك اشاره صاحبك شوفه هناك اه يلا يا ولد يلا يلا مشكله جاير مو علينا يا اخي اه كبرات كبرات يا ولد كبرات كبرات طبعا من كل الجهات جاير مو علينا تدري ولا هاي الناس كلها طايح باع من هنا ومن بوش جاير مو علينا اوه باعين السيارات عليكم اخوان اخوان بابا دخلوا دخلوا جوا دخلوا جوا عم ولد انا مبدعك مستهينه بيك عم ولد مستهينه بيك يا اخي لا هو احنا قلنا احنا نطوق هسه احنا مطوقين نص العالم جاي شباب جاي قد هذا ما حد يشيل يا وليد باعك واحد مننا يرمي اي كفو 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 منهم وين ما يا اخي ما جايبين يمي باعوا يا ولد الخطه كالتالي احنا لو نتشتت لو نهجم على الهدف مالتنا فانا اقول مركز. انا اقول نهجم على الهدف لا تمركز ولا شنو بقى نتمركز
باي يا ولد. انت بس اعطيني جهتها وين؟ ركبت السيارة حاليا، ركبت السيارة راح تروح البوشنكي حاليا هي. بوشنكي راح تروح؟ خلاص يا ولد. راح تروح البوشنكي جنة. هجومنا البوشنكي يا اخوان، اوكي؟ بس دير بالكم من ظهركم، لان اكو واحد هنا يا اخي ما ادري واحد ما ادري اثنين موتنا. يولي وين يا ولد؟ يولي يولي هجموا شباب يلا. تضحك هسه حاليا مستهينة بيكم والله. شب لا تنرفزني. يلا يا ولد. يلا يا شباب الكرة تهجم، الكرة تهجم البوشنك يا ولد. يلا شباب يلا شباب وينكم يا ولد؟ طلعوا طلعوا جتكم 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 الباقي 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 يا ولد داس تصج يا شاء الله. هذا مات واحد هنا قلت له يا ولد بشوا بشوا بابا بحد هم خايفين يا ولد صدق كذي بتحشون ترى حط طحتك اذا هم شباب كلهم مكبرين والله عيب عليكم. احموني احموني يا ولد يا شباب. لا حد يفلش والله لمديده لا حد يفلش لا حد يفلش يا ولد لا حد يفلش يا ولد اخذوها رهينه رهينه يا ولد رهينه يا ولد رهينه نحتاجها نحتاجها لا حد يفلش يا شباب شيلوها يا ولد اي كف 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 طيحها صاحبها طيحها صاحبها صاحبها ورا صاحبها ورا طيحها طيحها يا ولد كتو 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 طيحها طيحها الابطال الابطال يا ولد ولك لا حد يرمي كافي كافي وقيد لا ترموا لا تولد فلش ولا تفلش يا ولد يا يعني بعد اكو عندهم ناس وين البقيه مالتهم خلينا نفوض بيها وراك واحد من هذا بعد سيارة فنش واحد هذا فنش البطي ولك طبعا نفسه هذا في السياره والله ما راح السياره تلحق الحيوان ما صاحبه وراكم عم ولد صاحبه هنا بالبيت بالبيت اللي وراك البيت الازرق الصغير بالبيت يا ولد بالبيت يلا كل الكل بالشع بابا عوف اللوت عوف اللوت راح اخذ الجيب اخذ الجيب اخذ الجيب يا ولد شفتوا يا ولد شوفوا اي سياره وين وين جاي يرمون الشباب اخذ الجيب عم ولد راح البوشن كبيها راح يروح البوشن كبيها سميته راح يا ولد لو كم يا ابطال ليتس جو ليتس جو ليتس جو ليتس جو يلا ولد هجوم 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 يا ولد خشان راح الجيش راح الجيش رجوع يا ولد رجوع انسحاب انسحاب يا ولد انسحاب وطع دم يا الله يراد لي دم دم والله قاعد دمرونا دول الصينيين خرب حظهم انت قفيتها بس تسوق عم ولد شقيتني بابا ما اشوفها يا اخي اسوق علاج وارجع اموت شباب ارجعوا ارجعوا يا ولد اخذوا مراكزكم ولك خشان الجيش خصه مات اولي كله عم ولد والله تمركز ورجع لي ورا خلهم هم يجوكم خلهم هم يجوكم خلاص شباب اخذوا الدفاع يا ولد اخذوا الدفاع يا ولد ترى بالهجوم شباب اخذوا الدفاع اخذوا لوتوا لوتوا هذا اللاعب الصيني ما يلعبوا يا والله يا اخي راد علاج انا ماكو علاج ماكو انت ايش تسوي انا راد علاج يا ابي علاج 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 بس خلي اشتري هاي يا ولد ونسوي هجمه ثانيه عليهم تمام بس خليكم يلا تمام محافظين على القاعده مالت هاي القاعده اذا سقطت خلاص الجيش كل هو ممدد حاليا خلاص عادل هاي معناته احموني شباب وينك على كنتم انتم كنتوا يا ولد اخذ الثار المساله المساله صارت مساله الثار يا ولد تبوا يا ابطال طاح طاح جيش يا ولد الجنود اللي وياه الجنود اللي وياه طيحهم كلهم يا ولد بالعماره كلهم بالعماره مو هم بالعماره بالعماره كلهم بالعماره كلهم روح رقم اثنين روح روح لا تفشل يا ابطال حبيبي اعتماد عليك والله عليك الاعتماد اوه والله هذا واحد يوم قوي عم ولد طيح واحد من الشباب عادي 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 طيح طيح واحد هنا 100 واحد يلا يا اخوان نظفوا العماره كلها نظفوها شباب اوكي هم بعدهم بالعماره غير بطيحوا فيه طيحوا اثنين من عندهم حلو الابطال والله فوق السطح حلو حلو السطح طبق جواكم يا ولد وين بطابق ثاني يمكن مو بطابق ثاني هي بطابق ثاني جوا وين بطابق ثاني بطابق ثاني واحد شباب بالطابق الثاني يا ولد رقم ثلاثة مالتها يا ولد ما تشوفون يا ولد يا ولد يمكم هو يمكم اخوان عميان انتم بابا يمكم ولكم يا ابكم انت بعلي ها شوف والله طيح حط عميان حالف وينك عميان والله عميان هسه ذا يقدر ما ادري ايش اسوي بابا فوق يمكم يمكم لابس اسود يا ولد اللي لابس اسود واخيرا واخيرا انتصار يا ولد تم التمر عليكم اللي يريد ينضم للجيش بالهجمات الجايه طريقه الانضمام للجيش تلقونها بالوصف خلي نوصل 50 ألف لايك لهي السلسله حتى نستمر بالهجمات اريوس